الطار يا شيخ موسى، الطار وما فيش غير الطار. انتوا كتلتوا العمدة فراج، هم كتلوا العمدة الديب، يعني راس قصاد راس. اظن ده العدل يا حمدان. اللي كتلوا فراج يا شيخ موسى ثلاث رجاجيل، لكن اللي كتل ابوي مرة. وتقاليدنا بتقول اللي يقتل مرة يتاخذ يبطارها عشر رجاجيل، وانا بقول يا شيخ موسى المرة اللي تقتل راجل يبيع فيها عشر رجاجيل، وانا ليا عشر رجاجيل عند الحمايده.